مساء الخير، عاملين ايه النهارده؟ معانا حلقه جديده، وصفه جديده، وهي طريقه عمل البسكويت المملح بالجبنه. تعالوا نشوف المكونات. هو هنا انا مش حاطه له ميه خالص، مش عاجناه بالميه نهائي. تعالوا بقى نشوف معانا ايه المكونات. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك. معايا بقى هنا كده 3 كوبايات دقيق بنفس حجم اللي انت شايفاه ده كده، اللي هو 400 جرام، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة. هبتدي هنا ان انا اقلبهم وهركنهم بقى هنا على جنب، وهجيب طبق تاني. هنا معايا 200 جرام اي نوع جبنة عندك. انا هنا كان عندي جبنة كريمي وجبنة براميلي، فحطيت الاتنين مع بعض عادي. وهنا دي 2 معلقة زبدة كبار بدرجة حرارة الغرفة، ونص معلقة بابريكا، ونص معلقة زعتر. هو المعلقة عندي أصغر من معلقة الشاي، فعشان كده بملاها كاملة، اللي هي يعتبر نص معلقة شاي. وحطيت معلقة سمسم ومعلقة حبة البركة وربع كوباية زيت. بالنسبه للجبنه هم 4 معالق، لو انت مش عارفه تعمليهم بالجرامات فهم 4 معالق جبنه كبار. هحط الدقيق هنا بالتدريج وابتدي ان انا اعجن. هو على العموم البسكوت ما بيتعجنش، هو بيتلم، يعني بتلميه بس كده بصوابعك زي ما انا بعمل كده بالظبط. هيديك الشكل ده في النهاية. ولو حطيتي كمية الدقيق كلها ولقيتي ان هو محتاج حاجة، ممكن تزودي يعني شوية مية صغيرين. الصينية هنا انا مش بدهنها زيت، وهبتدي ان انا هفرد واقطع واحط في الصينية من غير ما ادهنها اي حاجة. هو بس العجينة لونها يعني بقى غامق معايا شوية بسبب البابريكا. ممكن تستخدمي اي حاجه تشكلي بيها، يعني لو ما عندكيش الاشكال دي ممكن تستخدمي كوبايه او غطاء ازازه، اي حاجه تشكلي بيها. دي بقى كده نعمل مثلثات. لو ما عندكيش شكل المثلث فانا عملته بالطريقه دي شايفينها دي. وعلشان تسويه بقى هو خد معايا بالظبط 15 دقيقه. لو عندك الفرن والشوايه بيشتغلوا مع بعض فخلي النار متوسطه، لو عندك درجات حراره يبقى على 180. لو عندك الشواية زرار وحدها والفرن لوحدها افتحي الاتنين وخليها يعني متوسطة، النار متوسطة، وهيطلع معاكي زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. بالنسبة للوش انا دهنته مية علشان اعرف ان انا ثبت عليه حبة البركة او السمسم. وممكن تحط جبنة تشيدر، جبنة براميلي، براحتك اللي عندك بس. ودي كانت حلقة النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك، ولو مشتركتوش في القناة اشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد، ونتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله.